ارتفعت في الآونة الأخيرة معدلات الإصابة بالجلطات القلبية لدى الأشخاص الأصغر سناً بعدما ظلت لسنوات طويلة تداهم كبار السن، حيث أوصى عدد من الأطباء والمختصين في هذا المجال بضرورة إجراء الكشف المبكر، وخاصة عند الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي بالإصابة بالنوبات القلبية. كما أكد أطباء القلب على أن ارتفاع نسبة النوبات القلبية بين فئة الشباب تعود إلى عدة عوامل، من أهمها العوامل الوراثية ومرض السكري والسمنة، إضافة إلى التدخين وقلة الحركة. كانت الأزمات القلبية في العقود السابقة تداهم كبار السن، أما الآن اختلف الحال وانقلب رأسا على عقب عندما بدأت أقسام الطوارئ في المستشفيات تستقبل إصابات الأزمات القلبية في سن الأربعين، وهو ما يعطي مؤشرا خطيرا في تنامي أعداد المرضى. صار في زيادة في حالات الجلطات القلبية في مختلف الأعمار، يعني من أعمار الأربعين وأكثر، في وفئة الشباب كذلك. هناك أسباب عديدة صراحة قد تؤدي إلى الزيادة هذه: جلوس الكثير أمام الكمبيوتر والتلفاز، الوصول للأطعمة المشبعة بالدهون والسكريات بأمر جدا سريع، انتشار أمراض السكر والضغط والكوليسترول في مناطقنا. شيء ثاني العامل الوراثي للأسف، أيضا قلة الحركة، كثرة التدخين وسط الشباب، وأيضا قلة الحركة. الساعة الذهبية الأولى للمصابين بالجلطات القلبية هي ساعة فارقة في إنقاذ الأرواح من حيث إجراء الإسعافات الأولية وإجراء القسطرة الفورية في المستشفى. في حال تقدم المريض إلى الطوارئ وهو يعاني من ألم في الصدر، يتم نقله في هذه اللحظة على طول إلى غرفة التخطيط، ويتم عمل تخطيط لعضلة القلب لتشخيص المريض، وفي حال تشخيصه وجود جلطة يتم نقله على طول من هذه الغرفة إلى الريسستيشن روم اللي هي الانعاش المصغر لدى الطوارئ، يتم له عمل فحوصات اللازمة، سونار لعضلة القلب والأبهر، تمام. وفي هذه الحالة يتم نقل هذا المريض مع وحدة القلب إلى القسطرة. أعراض الجلطة القلبية تختلف من شخص إلى آخر. التشخيص المبكر واتباع أسلوب حياة صحي سلاحان للوقاية. أعراض الذبحة الصدرية أو الأزمة القلبية تختلف من شخص لآخر. بشكل عام يكون ألم على الجانب الأيسر من الصدر، ممكن أن ينتقل للذراع الأيسر أو للرقبة، ممكن يكون على شكل دبابيس أو على شكل ثقل طابوقة، أو أنه ممكن يكون على شكل خفقان. إذا أنت عندك تاريخ وراثي عائلي لازم تشخص نفسك بدري. إذا أنت مدخن حاول على الأقل تقلل التدخين أو تروح لبدائل أخرى عن التدخين، على سبيل المثال علكة النيكوتين. إذن سلوكياتك الصحية السليمة تعتبر الطريق الآمن لتفادي الإصابة بالجلطات القلبية. بالنهاية أنت مسؤول عن صحتك حتى لا تقع تحت سطوة الأجهزة. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.